السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى نعمل كفتة جمبري كما يجب أن يكون، حاجة كده بجد تحفة، كفتة ومليانة مفاجآت من جوة بطريقة خطيرة، وطريقة تنفيذها مفيش أسهل منها، كل مقاديرها عندك في البيت. وكمان عايزة أقولك مش لازم تجيبي نوع الجمبري الغالي قوي علشان تعجزي نفسك إنك تعملي وصفة حلوة وقمر زي دي. فتعالي نشوف عملنا كفتة الجمبري الحلوة التحفة دي إزاي. تعمليها كمان بالبطاطس والصلصة كده خطيرة حرفيا، معها شوية رز شعرية وتبارك الله فيما رزق، حاجة كده ما شاء الله تبارك الرحمن. أتمنى اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. أهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. على بركة الله هنا معايا كوبايتين من الرز. كوبايتين الرز دول أنا نقيتهم وغسلتهم وكمان نقعتهم مدة ما تقلش عن نص ساعة، بعد كده بتصفيهم كويس. وأنا بحب أطحن الرز في الكبة يا جماعة، لأني بحبه يكون الرز مجروش مش مطحون زي دقيق الرز، لأن هنا لو عملتيه دقيق رز بتحسي كده ان الكفتاية مكتومة كده وبتحتاج بيكنج باودر عشان تفتحيها، لا فانتي كسريه بالشكل ده بيكون الرز بتاعي مكسر صغنطوط خالص، فبيكون هش، الكفتاية بتكون هشة وجميلة زي ما انتم شايفين. شايفين بقى الرز بتاعي طحن معايا بطريقة حلوة ازاي، انا بحبه كده كأنه مكسر كده بس ناعم قوي. تمام، هنا معايا شوية جمبري صغيرين. عايزة اقول لكم ان الجمبري ده انا جايبة الكيلو فيه بخمسين جنيه، في صغنون خالص من اللي بعيط على مامته ده هحطه يتفرم في الكفتة، وفيه كبير شوية وده اللي هحشي بيه قلب الكفتة. تمام، فهنا بقى حطيت شوية جمبري زي ما انتم شايفين كده من الصغير خالص. تمام، يعني مش لازما تعملي حاجة من اللي هي تكون فيها تكلفة، لا حاولي انك بقدر الامكان تعملي اللي نفسك فيه واللي تقدري عليه، بس في نفس الوقت ما تكونيش حارمه نفسك ولا حارمه اولادك من حاجه خالص. يعني ان احنا بنتكلم على وصفات اقتصاديه مش معناها حرمان، لا اعملي برضو وكلي كل اللي نفسك فيه، ولكن يعني احنا مدخلين الحاجات اللي سعرها مرتفع دي من ضمن المقاطعه يا جماعه. تمام، هنا بقى ضفت بصلايه وفلفلايه وشويه من الكزبره، ممكن كمان تزودي شويه شبت، وفرمت كله كده تاني في الخلاط. الرز هنا بيكون ناعم معايا اكتر واكتر، حتى لو بعمل رز كفته لحمه بعملها في الكبة مش بعمل بدقيق رز، دقيق الرز بيخلي الكفتية مكتومة، انما الرز المجروش ده بيخلي الكفتية هشة. تمام، وتحسي بقى فيها بطعم الاضافات اللي انت حطاها، يعني الرز بتحسيه كده فاصل شوية عن الاضافة سواء جمبري او حتى كفتة لحمة. تمام كده، هنا كمان فرمت شوية رز صغيرين وزودت فيهم الخضرة شوية، فهقلب بقى كله مع بعضه كده، تحسي العجينة سايلة وناعمة معاكي كده. فهنشوف بقى هنزود شوية إضافات كده يمتصوا السوائل اللي موجودة في العجينة، لأن احنا حطينا البصلة وما صفناهاش، احنا فرمناها وطبعا مية البصلة موجودة معانا. فهنا نظبط التوابل. بالنسبة بقى لكفتة الجمبري أهم حاجة فيها ملح وفلفل اسود وكمون وشوية كزبرة. بالنسبة بقى انك هتحطي قرفة او لا، او تحطي جنزبيل او لا، او حتى هتحطي بابريكا او بهارات سمك، شوفي انت المتاح بالنسبه لك ايه، بس اهم حاجه ملح وفلفل اسود وكمون. انا هنا ضفت كمان بابريكا وشويه شطه وشويه قرفه صغننين خالص، هقلب كله مع بعضه كده. وكل ما تقلبي بتحسي اصلا ان العجينه بتاعه الكفته بتشد معاكي وبتسحب الميه معاكي اكتر، فاحنا بنضيف مع بعض الاضافه اللي هتسحب السوائل دي ما نكترش منها، نحط شويه بشويه. تمام، هتضيفي ايه بقى يا امان علشان نسحب السوائل اللي موجوده في الكفته دي؟ عشان انا كل ما باجي المسها بايدي كده بحسها بتلزق، فده مش هننفع نشكلها بالطريقه دي. هنا هضيف شويه من البقسماط المطحون او فتات الخبز، وانا بعمله في البيت ونزلته لكم قبل كده، الطريقه دي تحفه جدا. حطيت معلقتين كده وهقلب، هتلاقيه تحفه معاكي، هيمتص كل السوائل والعجينه بتاعتك هتمسك مع بعضها، وتحسيها لما تيجي تشكليها مش بتلزق في ايدك خالص. زي ما انتم شايفين كده كل شويه بمسك العجينه، لو لقيتها لسه فيها نسبه سوائل او بتلزق في الايد هبدا اضيف معلقه صغيره من البقسماط المطحون ده. قلبتها كويس جدا جدا مع بعض عشان كل المكونات بقى تمتزج كده وتظبط معايا. شايفين لما جيت امسكها فصلت من ايدي خالص، مفيش اي تلزيق في العجينه. هنا في الوقت ده بقى قدامك اختيارين، ممكن تجيبي الجمبري بتاعك وتحطيه في العجينه دي وتقلبيها. تمام، ولكن ممكن تعملي زي ما انا هعمل كده، وعلى فكره انا عملت الاثنين اصلا. يعني في الاخر بتجيبي قطعه من العجينه تفتحيها بالشكل ده، تبططيها على ايدك، تحطي فيها كميه من الجمبري. تمام، وتقفلي عليها كده. عايزه اقول لك بقى وقت الاكل بتكون تحفه، اللي بيجي ياخد واحده كفته من دي بيجي يقطم كده او يفتح
كفتايه الجمبري يلاقي جواها اصلا جمبري صحيح كده، وما تحسيش ان الطعم تايه في بعضه. لا، انت بتاكلي في نفس الوقت كفته رز فيها طعم جمبري عشان احنا طحنا فيها شويه، فرمنا فيها شويه من الجمبري، وفي نفس الوقت بتيجي تبص تلاقي وحدات الجمبري صحيحه جوه الكفته كده من جوه، فبتستلذ بالطعم. عايزه اقول لك هي ما كانتش محتاجه رز معاها اصلا، ولكن يعني انا عملت شويه صغيرين كده جنب الاكل مش اكتر من كده علشان صوص البطاطس اللي احنا عاملينه، بجد خطيره. تاكلي وحده الكفته من دي حاجه كده تبارك الرحمن، الطعم وهمي حرفيا. طبعا على حسب حجم الجمبري اللي معايا بحط الكميه جوه الكفته، في جمبري كبير وجمبري صغير، لان هو اصلا النوع الجمبري ده بيتباع كده على بعضه بالشروه، فاهميني، بيكون مخلط في احجام وكمان استهري واحد، تمام. فبتلاقيني في صدقيني في الاخر بتلاقي نفسك انت الكسبانه. يعني لو انت عايزه بقى تجيبي منه كميه وتفصلي الجمبري الكبير لوحده والجمبري الصغنطوط لوحده فبراحتك خالص، في الاول في الاخر اصلا طعمه حلو فعلا حرفيا. ودي طريقة غيرنا بيها أكل الجمبري وتقديمه في البيت. خلصت هنا كل الكمية تشكيل، بقى هنا بقى معايا شوية كفتة صغيرين كده وشوية جمبري صغيرين. قلت بقى إيه، حبيت كده أن أنا أقلب كده الجمبري ويا العجينة وبعدين أصبعهم مرة واحدة وبس، زي ما انتم شايفين كده بيمتزج وبيكون حلو جدا، ما بفصلش ولا أي حاجة. تشكلي الكفتة على فكرة أصابع زي ما أنا عاملاها كده، كبيرة أو صغيرة براحتك، وكمان ممكن تعمليها أقراص، أقراص من كفتة الجمبري بتكون تحفة تحفة تحفة، حاجة كده تبارك الرحمن. شايفين هنا بقى معايا خلصت كل الكمية تشكيل، تعالوا بقى نعمل شوية صوص كده حلوين ونعمل الكفتة الجمبري دي بالصلصة الحمراء، بتكون تحفة حرفيا. معايا هنا يعني بصلة صغنطوطة قوي وكمان وحدة فلفل صغيرة قوي، شوحتهم في مادة دهنية في الطاسة كده على النار أو في حلة، بس انا هنا حبيت ان انا اشتغل في الطاسه مره واحده لاني هدخلها الفرن تتشمع وتاخد وش كده، فبتطلع لذيذه وشكلها حلو قوي. يعني تعمليها في طاجن او تعمليها في حله حسب المتاح بالنسبه لك. شوحت كده البصله والفلايه وحطيت عليهم كمان فصين من التوم، شوحتهم حلو قوي. بعد كده نزلت بنص كيلو من عصير الطماطم مفروم في الخلاط ومتصفي كويس جدا، وطالما بقى استخدمنا عصير طماطم لازم نحط شويه صغيرين من السكر تعادل الحموضه، شويه فلفل اسمر وكزبره وكمون وشطه على حسب الرغبه او بابريكا. السمك ما بياخدش توابل كتير، السمك يعني قريب للحمه كده شويه، له طعم خاص بيه مش بيحتاج ان احنا نحط له توابل كتير، لان لما بنزود توابل صدقوني بيفصل خالص عن الطعم الاصلي. خلاص كده تمام، التسبيكه بتاعتي تقلت وسبكت وبقت حلوه قوي. بزود عليها هنا لتر من الميه، ولو عندك شوربه جمبري بتكون افضل. هنا معايا هنا وحدتين من البطاطس مقطعهم مكعبات بالشكل ده، هبدا انزلهم على طول في الميه بتاعتي اول ما بدات تغلي، تمام، وهغطي عليهم واستناه يغلي تاني. بعد كده في الوقت ده لازم تكون الصلصه بتاعتي بتغلي، لازم يا جماعه بعد كده في الوقت ده هبدا انزل بكفته الجمبري. ليه هنا لازم تكون الصلصه بتغلي؟ علشان كفته الجمبري على طول تتماسك وتتصدم تقفل المسام بتاعتها وما تفرفتش منك في قلب الصلصه، ولا تتهري ولا تلاقيها اتفتفتت وهرت، تمام. خدي بالك من الخطوه دي بتفرق جدا. مظبطين بقى الملح والتوابل بتاعه التسبيكه بتاعتنا، ومظبطين ملح والتوابل بتاعه كفته الجمبري بتاعتنا، هنسيبهم يغلوا مع بعض كده مده ما تقلش عن 20 دقيقه اللي هي تلت ساعه. اديهم بس في الاول كده تقليبه اول ما ياخد اول غلوه بعد ما نزلت كفته الجمبري، بعد كده هغطي عليه واسيبه تلت ساعه، وفي الاخر هدخله يتشمع تحت الشوايه بتاعه الفرن. كنت عملت شويه رز شعريه كده، شويه سلطه، شويه مخللات، شويه طحينه. شوفي انت هتحبي تاكلي جنب الاكله دي ايه، ولكن انا عايزه اقول لك هو اصلا شويه كفته الجمبري بالصوص كده تاخديهم على طبق كده ويا شويه البطاطس لوحدهم كفايه، طعمهم خطير 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 حرفيا، حاجه كده تبارك الرحمن، طعم لا يوصف ولا يقارن. عايزه اقول لك جربي الوصفه، جربي الوصفه بجد، لازم تجربيها وكمان تقولي لي رايك عليها بعد ما تجربيها لانها تحفه. الوجبه كامله متكامله مش محتاجه جنبها اي اضافات، حاجه كده تبارك الرحمن، شويه صوص زي العسل مع البطاطس كده والكفته تبارك الرحمن، فيها كل الفيتامينات وكل الخضار وكل حاجه انت تحبيها، الطعم خطير حرفيا، حاجه كده تبارك الرحمن. اتمنى الوصفه تعجبكم واشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع السلامه. بس اهم حاجه ما تنسيش تحطي لي اشتراك في القناه لو انت لسه اول مره تشوفيني، وكمان تحطي لي لايك لو انت بتتابعيني من زمان ما تستخسرهوش فيا، مع السلامه.